لعبة كمان أونلاين هي حصرا الحرب العالمية الثانية، اسمها هيروس جنرال. طبعا انت بتختار مثلا مظلي او دباب او جندي او طيار، مستوياتك بتزداد مع الوقت يعني. طبعا في امريكا، في الاتحاد السوفيتي، وفي كمان شو اسمه المانيا. انا اخترت المانيا. كل ما تلعب بيزداد عندك نقاط. طبعا مثلا بدنا نهجم على هاي، مثلا شوف عشان نشوف اداء اللعبة. شوف في انزل هنيك، شوف انا مظلي حاليا. طبعا واحد بيلعب اونلاين مع اصدقائه، طبعا عندك اصدقاء هون. شوفوا اجواء اللعبة مثلا. طبعا كل ما زاد قوتك او تقتل تظلي مثلا او الى اخره، يزداد عندك نقاط. طبعا فهمت علي كيف؟ طول اصدقائي طبعا. هذا واحد. شوفوا اجواء اصدقائي، اجواء حلوة صراحة. طبعا بنزل مرة ثانية، انا مظلي باعتبار يضربوا طلقات هاي. شوف شوف هذا، ضربني يا هني نقاط، يعني مين بيحتل نقاط اكثر بالقرة. في اجي هون فوق ونكون مكان سلاح فيه صراحة. تضغط صفر كمان. ما في دبابة هني، انا ايش نزلت دقيقة. كان كويس واحد يضرب على راسه، واحد يسعى للباب. هذا واحد كان بس ما مسكناه يعني. هذا ما هو ضرب ضرب على الدبابة. هذا واحد واحد يجي ورانا. بسيطة اللي يصلي يقدر ينزل بأي مكان، يعني شي كويس. اجي احتل هون. شوف انا لوحدي هون بحتل المنطقة يعني. هيك واحد بده يحتل، نخبي حالنا هون شوي. طبعا مراحل الالعاب واحد بيلعبها شوي بيتطور للفيديو طبعا، بس انا بحب انه
نزل فيديوهات مثلا، واحد ياخد فكرة مثلا، وان راح تشوفوا ألعاب أكثر أقل، يعني مثل ما حكيت جو واحد يعني، بس ما بعرف واحد ضد واحد، أنا واحد موجود اليوم حتى يدور علي. أنا ما بقدر آخذه يعني، أنا واحد، لو نحن اثنين أو هن اثنين بياخذوا يعني، بيغلبوا علي. هي اللعبة حلوة صراحة، وضخ بها اللعبة كتير يعني، مو مثل ألعاب حربية تانية يعني. أسلحة تبعها قديمة طبعا، تبع الحرب هني، والدبابات قديمة والطيارات حتى قديمة، تقدر تصير مظلي أو جندي أو دبابة أو طيار يعني، أنت بتختار الشي اللي بيعجبك حسب لما تتطور بالمراحل. شوف هذا وين، واحد هون يمكن، مين بياخذ هالنقاط مثلا اكثر هو راح يفوز. والله قتلته، صرنا اثنين. هلا اخذنا هاي فوق قناص، اخذ قناص تبعه كويس. اجا واحد يعني؟ ما اجا واحد. ضرب ضرب. هل طلق او شي مكان من وراي اجا؟ وين كنا بس بدي اشوف يعني، وين ضربني هذا؟ بس بدي اعرف شي لهون يمكن. فزنا على كل حال. المهم هي أجواء اللعبة هيك يعني، وتجربة عن جرافيك وسلاسة اللابتوب انتو شفتوا يعني، كويسة هي صراحة. أجواء اللعبة كمان حلوة يعني. إن شاء الله أي استفسار تاني أقدر أساعدكم يعني، إن شاء الله تقدروا تكتبولي يعني اي شي مثلا، الالعاب يكون رابط الالعاب تحت الوصف يعني، تقدر تشوفوها يعني، ان شاء الله نقدر نساعدكم باي شي تاني. اشوفكم بخير ان شاء الله. سلام عليكم.